لو الحكاية فيها إن فيجو لا لا قريب طبعا مش احرق. طب يعني كلمنا عن دورك ايه؟ هو دور اللطيف، هو طلع المعتدل، طلع في الاي اس دي وكان بيحب بنت، هو ابوه مع النظام الحزب الوطني وايام بقى الحزب الوطني، وبيحب بنت باباها صحفي ضد النظام تماما زي ما كان عندنا ناس كده من زمان كده زي الاستاذ زكي عارفينه، وبتقع بقى مشاكل من هنا. طبعا ابوه بيشرب في العلاقه دي، والناحيه الثانيه برضه الام رافضه العلاقه دي. احنا طبعا سامعين ان تامر عبد المنعم طبعا مكسر الدنيا في الكتابه بتاعت الموضوع، شايفين مجموعه ابطال جميله، شايفين فنانين كبار وبيتمثلوا شباب صغيرين زيكم، شايف الخلطه الجميله دي مع بعضها كلها. هو دايما طبعا بصراحه بيكتب حاجات احلى من بعض، كل سنه احسن من الثانيه، وانا مبسوط جدا بكميه ان انا كل شويه يعني كل شويه بعرف ان حد في المسلسل نجم وحد كويس جدا وبين ناس نعرفها وناس حتى ما نعرفهمش. طبعا ده اكيد هيزود حاجه للمسلسل طبعا. بعيد عن المخرج برضه حازم فوق ده، يعني اول عمل يخرجه بس هو معروف كمخرج منافس طبعا، برضه هيبقى عنده اكيد شغف ان هو يطلع حاجه حلوه. فطبعا ان شاء الله، وانا فرحان التصوير بدأ بدري.